بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم بمدارس الهدي المحمدي، التعلم عن بعد. معكم المعلمة بشرى عبد الله، مادة الرياضيات للصف السابع. درس اليوم هو مساحة السطح المنشور والاسطوانة. تمام، عندي مساحة الجانبية أو المساحة الكلية دائما بطلب منها لمنشور أو لأسطوانة. الفرق ما بينهم، المساحة الكلية بكون طالب مساحة الأوجه الجانبية زائد مساحة القاعدتين، يعني القاعدتين داخلات فيهم، لكن المساحة الجانبية فقط الأوجه الجانبية. هلأ بالبداية نحكي عن المساحة الجانبية، يرمز لها بحرف LA، LA وهي رمز المساحة الجانبية لسطح المنشور، وهي تساوي، هي عبارة عن محيط القاعدة اللي باللون الأزرق، عندي فقط المحيط مضروب في الارتفاع، معناته B اللي هو محيط القاعدة، والH اللي هو ارتفاع المنشور. أما المساحة الكلية فهي S.A، يرمز لكلمة المساحة الكلية في SA. إذن LA هي عبارة عن P ضرب H، حيث أن B هي محيط القاعدة وH لارتفاع. طب S.A هي عبارة عن LA اللي هي BH زائد مساحة القاعدتين، ضربت باثنين لأنه أنا عندي تنتين قاعدة. تمام، حتى نتمكن من الفكرة أكثر ونفهمها، نحل اللي أتحقق من فهمي صفحة 110 سؤال واثنين وثلاث. هلأ نأخذ السؤال الأول. هلأ عندي هون متوازي مستطيلات، وطالب مني هون أني أوجد المساحة الجانبية له والمساحة الكلية. تمام، في الأول بدي أطلع LA. LA يعني مساحة جانبية. تمام، LA هي عبارة عن محيط القاعدة pH، P محيط القاعدة، H الارتفاع، إذا محيط القاعدة ضرب الارتفاع. نيجي هون نشوف القاعدة، القاعدة معي هون اللي هي عبارة عن هاي الطول وهي العرض فيها هون القاعدة، إذا الطول فيها 8 والعرض فيها 3، إذا محيط القاعدة وبما أنها مستطيلة فعندي هون تساوي B بحطها بين قوسين، هي عندي مستطيل، إذا 2 في الطول زائد العرض، أو 2 في الطول، 2 ضرب 8 زائد 2 ضرب 3. ممكن أخذ الاثنين على المشترك أو ممكن أضربهم بهاي الطريقة، والتنتين صحيح. بسكر القوس، هاي كلها مكان الـ P. هلا عندي الارتفاع 5، إذا راح أضرب بـ5، حيطلع معي هون يساوي 8 ضرب 2 16 زائد 6 اللي هي 16 زائد 6 تساوي 22. هلأ 22 بضربها بـ5 وهو الارتفاع، بعطيني هون 110. هلأ أنا عندي هون 110، وبما أني أنا بحسب مساحة فهي سنتيمتر مربع، بنكتب هون سنتيمتر مربع، ده 110 سنتيمتر مربع. هل انتهى الحل؟ لأ، أنا هيك أوجدت فقط المساحة الجانبية. هو طالب مني الكلية برضه، فبالتالي أنا راح أحكي هون SL SA تساوي المساحة الجانبية اللي هي عندي LA اللي أنا طلعتها 110 زائد 2P اللي هي 2P، هاي مساحة القاعدة، القاعدة مستطيلة الطول ضرب العرض، صح؟ هلأ بنستخدم القانون برضو منعوض، فهون بتطلع عندي 110 زي ما هي، زائد هلأ 2B، 2 اللي هي بنخليها زي ما هي مساحة القاعدة اللي هي المستطيل، 8 ضرب 3، 8 ضرب 3 24، ضرب 2 بتطلع معي كم؟ 48. فإذا 110 زائد 48 تطلع المساحة الكلية 158، لا ننسى أنها سنتيمتر مربع. هلا عندي هون طالب مني من المنشور قاعدته مثلثة، ننتبه أن القاعدة عندي هون مثلثة. هلا ليش اخترت القاعدة هاي مثلثة؟ لأنه أنا دائما أوجه المنشور ده تكون مستطيلة، فعندي المثلث هذا حيكون القاعدة. فإذا قاعدة المثلث هون 4 طوله، وهذا الضلع 3، الضلع الثالث اللي هو موازي لهذا الضلع فرح يكون 5. تمام، هلا عندي الارتفاع المنشور، هاي ارتفاع المنشور اللي هي عندي H. تمام،
هلا نيجي مساحة المثلث، محيط المثلث، محيط المثلث دائما محيط أي إشي مجموع أطوال أضلاعه، فحيكون 4 + 3 + 5، فأربعة وثلاثة 7 + 5 = 12، وحضرب هذا الإشي ضرب 6 يساوي هلا 12، بيطلع معي 72 الجواب بالآخر. ف72، وما أنسى الوحدة اللي هي سنتيمتر مربع، لأن أنا بعمل مساحة نكتب تحتها سنتيمتر مربع. تمام، هلا أنا طلعت المساحة الجانبية، المساحة الجانبية حاخدها 72 أجمع عليها مساحة القاعدتين ف2. هلا مساحة المثلث إحنا بنعرف قانون مساحة المثلث، نص طول القاعدة في الارتفاع، فنص ضرب 3 ضرب 4، القاعدة في المثلث 3، ارتفاع المثلث 4. في أي اختصار بنحله؟ فعندي هون بيطلع معي الإجابة، هون في عندي اختصار ما بين الاثنين واثنين اللي برا ممكن، أو الاثنين الأربعة اللي هون، فتنتين صحيحات. فاثنين في ثلاث 6 ضرب 2 = 12، فحتصير بالآخر 72 + 12 وتساوي 84 سنتيمتر مربع. هيك بنكون حسبنا مساحة جانبية، مساحة كلية لمنشور. تمام، شوف سؤال رقم 11. سؤال رقم 11 هون بيحكي لي أجد المساحة الكلية لمركز تجاري إذا علمت أن مساحة قاعدة المبنى، عندي مساحة قاعدة المبنى. طبعا هذا السؤال تابع لسؤال مثال بكتابك صفحة 111. هون المثال معي، وحاسب المساحة الجانبية، معطيني المساحة الجانبية اللي هو 25420. تمام، هلأ هو طالب مني معطيني مساحة القاعدة، قاعدة واحدة، فشو بدي أعمل عشان أطلع مساحة كلية؟ هحكي 25420 زائد 2 مضروبة في مساحة القاعدة اللي هي معي هون 39200. هنضرب ونحل المسألة نشوف كم بطلع معنا الناتج. بطلع معي 103820 سنتيمتر مربع. اوكي، 820 سنتيمتر مربع. لو جينا حكينا عن الاسطوانة، الاسطوانة هون لو جيت فتحت الشبكة اللي إلها رح نلاقي انها قاعدتين دائريات، اما الاشي اللي بكون زي الملفوف عليها هي عبارة عن قطعة مستقيمة اللي هي مستطيلة الشكل. اذا كيف بدي اطلع المساحة الجانبية إلها والمساحة الكلية؟ فحتكون المساحة الجانبية عبارة عن 2 باي r في h، يعني 2 باي نصف القطر في الارتفاع الاسطواني، محيط القاعدة في الارتفاع، مش احنا حكينا محيط القاعدة في الارتفاع، محيط القاعدة 2 باي r. تمام، هلا عندي هون مساحة الجانب، المساحة الكلية فهي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة، يعني مساحتها الجانبية 2 باي r في h زائد 2 باي r تربيع 2، هاي اللي هي لأنها قاعدتين. فهون بس بدنا نعدل بكتابنا ونضيف r لأنه هون ناسي يضيفها، أوكي؟ فبتصير 2 باي r في h، ده مساحة القاعدة في الارتفاع r h. تمام، هلأ لهون هلأ بدنا نحل على نفس النمط التطبيق على القاعدة. طالب هون سؤال رقم 2، سؤال رقم 2 بده مساحة جانبية مساحة كلية، فالمساحة الجانبية رح تكون محيط القاعدة يعني محيط الدائرة 2 باي r مضروب في الارتفاع اللي هو h. تمام، هلأ نيجي نعوض على القاعدة، 2 بتنزل 2، الباي عندي 3.14 ضرب r اللي هي 5 معي، ضرب الارتفاع معي 10. حالياً 10 و 2 ضرب 5 10 و10 100، إذا بحرك الفاصلة منزلتين فبتصير عندي 314 والوحدة سنتيمتر مربع، عم نكتب سنتيمتر مربع.
هيك أنا أوجدت مساحة جانبية. هلأ مس بدي أطلع المساحة الكلية صح؟ تعال نفس الطريقة S دوت A تساوي S دوت A، بتطلع معي 2، أو بدناش نكتبها لأنه إحنا طلعنا ال A، فخلص نكتب ال A زائد 2B، زائد 2B اللي هي 2 مساحة القاعدة. ال A معي 314، بخليها 314، 2 بتنزل. مساحة القاعدة اللي هي عندي مس هنا باي R تربيع، R كم؟ 5، إذا 5 تربيع هطلع 5 تربيع 25 ضرب 3 ضرب 2 50، معناته بتطلع عندي هون 157 زائد 314. هلأ بجمع هون مع بعض بيطلع معي الجواب 471 سنتيمتر مربع. تمام، هلأ بنفس الطريقة نحل سؤال 3. لذلك هترك لكم المجال 5 دقايق نحل السؤال نرجع نتأكد فيه مع بعض. هيك بكون معنا الإجابة النهائية لسؤال رقم 3. ننتقل للسؤال أتحقق من فهمي صفحة 113. السؤال هون معي أنه علب أسطوانية الشكل ارتفاعها 7 نصف قطرها 2 ونص، طالب مني المساحة الكلية لسطح العلبة مقربا إجابتي لأقرب جزء من 10. نفس طريقة الحل حنحل السؤال نشوف كم بيطلع معنا بالآخر. بيطلع الإجابة بالنهاية 149.2 سنتيمتر مربع. تبقى علينا فقط تحديد الواجب من كتابة كتاب التمارين صفحة 32 لأسئلة من 1 حتى 5، ودمتم في حفظ الله ورعايته.